مرحبا ريمو، كل عام وانت بألف خير. طبعا العراق يحتفل ان شاء الله بالعيد يوم غد، والاجواء في اليوم الذي يسبق العيد او ليلة العيد، طبعا الامهات تبدأ منذ الصباح وحتى وقت قليل قبل الافطار بتجهيز الكليتشة، صواني الكليتشة التي تجهز عادة ولا تشوى في الافران المنزلية، فمن طقوس العيد ان تشوى الكليتشة في افران الحي، افران صناعة الخبز المتواجدة في الحي. ايضا يقوم الرجال بالتحضير لليلة العيد، وذلك بزيارة الحمام المحلي أو حمام السوق لتجهيز لاستقبال العيد. وفي هذه الليلة سيقوم المسحرات أو الدمام كما يسمى محليا بزيارة الأحياء التي يعني يجهز الذي يقوم يعني بإفاقتهم للسحور، وذلك لأخذ عيدية العيد التي أما تكون على شكل حلوى أو كليتشة أو تكون على شكل نقود. وفي البصرة هنالك تقليد يعني اعتاد عليه أهل البصرة، لكن يقال أنه في الوقت الحالي قد اندثر، وهو أن يرتدي أحد أفراد الحي زيا مبهرجا وملونا ويقوم بصبغ وجهه بالألوان حتى لا يتم التعرف عليه، والخروج في ليلة العيد للغناء بأغاني العيد للأطفال وإسعادهم. وغدا صباحا بالتأكيد وبعد صلاة العيد سيذهب الآباء والأجداد للوقوف بطابور طويل جدا لانتظار الكاهي والجيمر، لأنه الفطور الأهم والأساسي للعراقيين في العيد. وبعد أخذ الكاهي والجيمر صراحة عادات وتقاليد يعني يبدأ جميلة جدا على الفطور، عرفتينا عليها صراحة جدا جميلة وكل سنة وانت طيبة. خلينا نروح على السريع إلى ندى حجازي، واللي للساعة ما أفطرت إلى الآن، تفضلي يا ندى. كل سنة وانت طيبة يا ريم، وكل سنة وانت طيبة يا زينب. احنا عندنا العيد ده بنحضر له بقى من قبلها باسبوع، يعني بقالنا اسبوع الدنيا زحمة جدا، كل الناس نزلت عشان تشتري لبس جديد للعيد عشان تستقبل بيه ايام العيد. طبعا احنا عندنا تقليد اساسي ان احنا بكرة اول ما نصحى من النوم هنشرب كوباية الشاي بلبن مع الكحك اللي عاملاه الامهات في البيت والبسكوت. واول فطار لازم نفطره بيكون كبدة بقى، كل بقى بلد بتعملها زينا، حتى ان نفطر كبده كمان وبطاطس حلو. وعندنا العيديه بقى يعني للاسف بقى الواحد دلوقتي بقى هو اللي بيدي العيديه، بس دايما ماما بتاخدها منك تحوشها لك، لازم العيديه ده تقليد، هذا جزء يعني من التراث، احنا نحوش العيديه عيد صغير وكبير وما تشوفوها تاني. ايوه العيديه ايوه مش شفاش تاني طبعا. عندنا بقى كمان ناس بتسهر من النهارده، يعني النهارده بعد الفطار الناس هتفضل سهرانه لحد صلاه العيد، وبكره الشوارع هتبقى فاضيه تماما، مش هتشوفي اي شخص ماشي في الشارع، لكن تاني وتالت يوم العيد الدنيا بتبقى مليانه بشر، وفي اي شارع هتمشي فيها هتسمعي صوت ام كلثوم وصفاء ابو الصوت. الله الله، كل سنه وانت طيبه يا ندى، وشكرا لهذا الكلام الحلو والتغطيه الجميله والعادات والتقاليد الحلوه اللي عرفتوها علينا وكل مراسلينا صراحة. شكرا لك يا نادم.